مساء الخير واهلا بحضراتكم وحلقة جديدة. كان في بوست متداول على السوشيال ميديا، البوست ده كان مكتوب فيه اهداء، اهدي هذا الجزء من طبعا رفات عمل شرط عليها وكتب شعر الاب مت المسكين المقاري الى كنيسة كذا، طبعا هم يعني شايلين اسم الكنيسة، وقد تسلم هذا الجزء جناب القمص كذا راعي كنيسة كذا، وهذه شهادة مني بذلك راجين صلواتكم. القمص ديسكوروس المحرقي وموقع تحت، يعني القمص ديسكوروس ده هو اللي اهدى شعر الاب متى المسكين للكنيسة دي. ده كان بتاريخ 16/1/2009. المنشور ده او الصورة دي كانت منتشرة على السوشيال ميديا لدرجة ان ابونا ديسكوروس المحرقي رد بنفسه على هذا البوست. تعالوا نشوف رد وقال ايه. دي صفحة أبونا، هي كاتب تعليق على بوست منسوب إلي ونصيحة مني: أعترف أنا غريب في مكاني، لا أنا متاوي ولا أريد أن أعرف أحد إلا والمسيح وإياه مصلوب، ويا ابن المسيح اجعل إيمانك بالله وكفى، فملعون من اتكل على مخلوق أيا من كان من هو، وعلاقتنا بالقديسين أحياء منهم أو أموات ناظرين إلى نهاية سيرتهم ونتمثل بإيمانهم فقط، أما الحكم عليهم لله وفي الآخرة لا منا ولا الآن، فنحن في السماء ياما موازين سوف تختل أمامنا ونرى العجب، وكفانا خزعبلات. أخطأت سامحوني، وحمى الله الكنيسة وحماكم وحماني بصلواتكم القمص ديسكوروس المحرقي. طبعا هو نزل البيان ده او هو نزل رد على البوست المنتشر على السوشيال ميديا، لان هو كان اسمه كان مكتوب ان هو اللي ادى الشعر ده للكنيسة دي، يعني هو شعر الاب مات المسكين كان معاه وادى جزء منه للكنيسة دي، فهو طلع ونفى هذا الكلام. تعليقات الناس طبعا هي على البوست: ربنا يحفظك ويديم كهنوتك، اذكرنا في صلاتك، وربنا يبارك خدمتك، وربنا معاك ويسندك ويقويك يا ابونا، وصورة ابونا اهي. ابونا ديسكوروس المحرقي ابن العذراء معروف عنه بارثوذكسيته وفكره الروحي المستنير وتمسكه بالعقيدة والإيمان المسلم ومحبته للكنيسة القبطية والرهبنة حتى النخاع. نحن نعرفه عن قرب ونحبه من كل القلب ونتابع كلماته بشغف ونحفظها عن ظهر قلب أبناء ومحبي القمص ديسكورس. ودي صورته اهي. ده طبعا تعليقات الناس على البوست. طبعا هو طلع ونفى الكلام كده، الموضوع خلص يا جماعة، لان الكلام ده كان من 2009. القمص بولس بقى، القمص ميخائيل، كان بيقول له: يا أبي الحبيب اسمع نصيحة ولا تلتفت بالمرة لمثل هذه الأمور التافهة القليلة والضئيلة. انا بقى هدخل لكم عند القمص بولس القمص ميخائيل وهقول لكم كتب ايه عن شعر البابا شنودة الثالث، وجاب صورة فوتوشوب معرفش جابها منين، وبيقول اهو ده عاملينه شعر وبركة وشوفوا بيعمل ايه، وهجيب لكم البوست اللي كان كتبه مخصوص يعني. طيب تمام كده. هو طلع ونفى وقال انا، مع اني كان في امضة يعني في الورقة كان في امضته، فهو قال انا ماليش علاقه بالكلام ده. تمام. طيب دي كانت تعليقات الناس، انا بس عشان بقول لكم دي صفحته ودي كانت تعليقات الناس. طيب تعالوا نشوف بقى صفحه ابونا القمص بولس القمص ميخائيل. من الواضح ان هم يعرفوا بعض، لان القمص بولس القمص ميخائيل من انصار الاب متى المسكين وجورج حبيب بباوي، واحنا عملنا حلقات عنه سابقه. تعالوا نكتب هنا في السيرش هنا عنده شعر البابا شنودة، اهو في السيرش. بيقول هنا بقى ايه: بدون تشنج ملهوش اي لازمة، هل يصح هذا؟ هل انت ترضي بهذا؟ هل ده يقبله البابا نفسه لو كان عايش؟ هل ده يمجد الرب؟ هل ده يضيف للكنيسة شيء؟ هل ده يقبله اي انسان عاقل او حتى عادي على وجه الارض؟ لقد انتقلوا سريعا من الاهتمام بشخص الرب نفسه إلى أباء ورؤساء، ثم تحولتم إلى بناء المزارات والأضرحة والقبور، ومنها إلى العظام والرفات، ومنها إلى إقامة التماثيل والأوثان،
ثم إلى نبش القبور ومنهم الحنوط والزيوت، حتى وصلتم الآن إلى شعر رؤوسهم أو شعر لحاهم ودقنهم. طيب، من الواضح أن أبونا بولس مش بيعترف بالمزارات. احنا مش بنعمل أضرحة ايه؟ احنا بنعمل أضرحة، ولا احنا بنعمل المزار ده بيكون تكريم للشخص نفسه، وبنحط مقتنياته والناس بتدخل عشان تشوف سيرة حياته ايه ومقتنياته ايه وحاجته ايه، لكن الناس بتقعد تعمل مثلا تمجيد، بتعمل حاجة، بتصلي وتاخد بركة وتمشي. انت مش عاجبك ليه المزارات؟ يعني المزارات ده بيكون تكريم ليهم ولتاريخهم، وانظروا الى نهاية سيرتهم وتمثلوا بإيمانهم، ايه المشكلة عندك؟ فهو بيتريق على الموضوع ده. إقامة التماثيل والأوثان، احنا ما عندناش تماثيل يا أتسابونا، واحنا كنا بنرفض التماثيل. التمثال العذراء اللي في أسيوط احنا رفضناه، وتمثال الأنبا أنطونيوس وتهد، الأنبا يوستوس هده، واحنا ما عندناش أصلا تماثيل في كنيستنا القبطية الأرثوذكسية، ولا نعترف بالتماثيل، وانت كتبت كده قبل كده. بيقول نبش القبور، احنا عندنا نبش قبور؟ جبتها منين دي؟ يعني كنيستنا القبطية بتعمل نبش قبور؟ يعني أنا مش متخيلة برضو إيه موضوع نبش القبور اللي هو كاتبها دي. حتى وصل إلى شعر رؤوسهم، فين الشعر يا أتسابونا؟ يعني برضو الصورة المتداولة على السوشيال ميديا مكتوب شعر البابا شنودة، أنا عمري ما سمعت إن في شعر البابا شنودة، ولا حطه هنا ولا هنا، ولا في رفات ولا في أي حاجة، لأن هو لسه ما حدش اعترف بيه كقديس. لكن الأب متى المسكين لما في ورقة متداولة على السوشيال ميديا مكتوبة شعر الأب متى المسكين، الكل اتخرس يعني ما كتبتش يعني أي بوست عليه، ما هو ما شعر الأب متى المسكين ظهره، يعني احنا مش عارفين يعني ايه اللي بيحصل. طيب لما انتوا كنت حطيتوا صورة للبابا شنودة قبل كده، وشوفوا اهو في شعر البابا شنودة، وهيمجدوه وهياخدوا منه بركة ومش عارفة ايه، وهيعملوه قديس، والدنيا هاجت وماجت على صورة فوتوشوب واحنا ما نعرفش مصدرها ايه. نكمل يا جماعة. بعد كده بيقول انتم عايزين توصلوا الناس والكنيسة والإيمان والأجيال لحد فين؟ احنا اللي هنوصلهم لحد فين يعني؟ ثم انا عايز اعرف بالظبط مين اللي بيفنن هذه السخافات والخرافات والخزعبلات والترهلات، وحتى متى؟ لقد قدمتم دون ان تدروا اعظم خدمة للإلحاد والارتداد والفساد. الوضع كله محتاج الآن وفورا لعملية إفاقة من جديد ومراجعة كاملة وتطهير شامل دون تأجيل. وأخيرا وليس آخر، الكنيسة مش كنيستكم ولا كنيسة أبوكم عشان تتصرفوا فيها حسب مزاجكم وجنودكم وأمراضكم وعهدكم وأهواءكم. ياه، اتهامات خطيرة، اتهامات خطيرة لأي حد بيدافع عن الكنيسة يقول إيه الكنيسة مش كنيسة أبوكم. يا جماعة إيه حتى الكلام أو الجمل مش متركب على بعضها، أو في اتهامات كده خطيرة لأي حد عشان تتصرفوا فيها على مزاجكم وجنونكم، بيصفهم بالجنون والعاهات والأمراض والأهواء. أنتوا مرضى نفسيين، أنتوا عندكوا مصالح، أنتوا عندكوا حاجات شخصية، أنتوا جنون، يعني اتهامات خطيرة لأي حد. في مثلا طب دي رفات قديسين، هو مش معترف بالقديسين يعني ولا ايه؟ ورفاتهم يعني وتكرمهم، يعني ما كل كنيسة فيها حنوط بنحنط الرفات بتاعة القديس، ايه المشكلة عندك؟ ما هي دي حاجات كلها احنا كنيستنا معترفة بيها. انا مش عارفة ابونا ده ارثوذكسي ولا هو يعني مش عاجبه ايه في الكنيسة ولا ايه بالظبط، هو بيقول ايه بالظبط؟ بيقول نعم، الكنيسة هي كنيسة المسيح والمسيح وحده، تلك التي اقتناها بدمه، أعمال الرسل 20-28، وكل أمل أن يفتقدها ويطهرها بصوته، يوحنا 2-15، تماما كما حدث يوم أحد الشعنين. يعني مفيش مزارات بقى، مفيش تكريم للقديسين للشهداء، هو مش عايز قديسين وشهداء يا جماعة، هو مش عايزهم. وحط الصورة دي كاتب شعر قداسة البابا شنودة الثالث. انا معرفش جاب الصورة دي منين ومكانها فين، وكتب في التعليقات على اسم الكنيسة. طب ما كان يعمل لنا فيديو كده من داخل الكنيسة وهي داخل الكنيسة، يعني اللي انا اعرفه بقى هاتولنا فيديو من جوه الكنيسة وفيها الكلام ده،
يعني انتوا جايبين صورة منتشرة على السوشيال ميديا وهي فوتوشوب يعني تتعمل الهوى يعني. طيب حد يروح الكنيسة يصور لنا فيديو دقيقة والكلام ده موجود جوه الكنيسة عشان نعرف الحتة دي فيها ايه. تعالوا بقى نشوف تعليقات الناس هو كتب تحت اسم الكنيسة. تم تقول لنا يا بونا الكنيسة فين، او ما هو برضو موجود شعر البابا كرولوس. البابا كرولوس ده قديس وابونا فلتاوس قديس، ايه يا جماعه اللي انتوا بتعملوه ده؟ في حد قال له بس في ناس قالوا ان الصوره دي فوتوشوب، المكان اللي محطوط فيه فين، ولو حد راح زار المكان ده وتاكد وجوده. قال دير الانبا موسى قرب العالمين، دير الانبا موسى قرب العالمين. لما واحد قال له دي فوتوشوب، المكان ده حقيقي في دمياط، وراح واحد تاني قال له طب هو في دمياط ولا في العالمين، حيرتونا. يعني واحد قال دمياط والتاني قال العالمين. سيدهم بشاي في دمياط الكنيسة بيها جسد في ميدان سرور بجوار قصر الثقافة بدمياط، ولا في الكلام ده خالص. طب حد يا جماعة يصور لنا فيديو هناك دقيقة. كلنا أصبحنا مصلحين وننتقد بعض هكذا قدام الجميع، من بلا خطية. يا ريت نسعى لخلاص نفوسنا في هذه الأيام الشريرة، يا رب ارحمنا وسامحنا عن زلتنا وخطايانا. يعني أنا مش متخيلة برضو يا جماعة. واحدة بتقول أنا أؤمن بالمعجزات والقديسين وأعمالهم، الحق الحق أقول لكم من يؤمن بي في الأعمال التي أنا أعملها يعملها هو أيضا ويعمل أعظم منها، لأني ماضي إلى أبي المسيح، قال أكرم الذين يكرمونني. ولكن الموضوع أصبح فعلا مبالغ فيه زيادة عن اللزوم. هي ما قصدهم يعني الشعر ده لو كان صحيح، يعني في حاجة برضو مش مظبوطة يا جماعة. يعني احنا ولا بنجمع مال ولا الناس هي اللي بتروح يعني بتعمل شفاعة للقديسين، عندهم طلبات بيكتبوا في ورق زي ما انتوا بتشوفوا، وفي طلبات كتيرة بتستجاب يا جماعة. مش في معجزات بتحصل؟ يعني انا مش متخيلة برضو، مش في معجزات بتحصل ولا الحاجات دي خرافات وخزعبلات زي ما ابونا بولس بيقول؟ عيب الكلام ده. يعني انت خليت الناس التانية ايه؟ يعني انت مش مؤمن بالمعجزات ومش مؤمن بشفاعة القديسين، مش مؤمن ان في مزارات للقديسين لتكريمهم، هو احنا بنعملها يعني منظرة؟ مش عارفة يا جماعة. واحد بيقول مجمع المقدس قال اعلان القدسية للقديس بعد نياحته بخمسين سنة، دلوقتي الاسقف بيموت تعمل له مزار. المزار للأساقفة زي تكريم الأساقفة نفسه، التكريم نفسه، لكن القدسية القديس بقى ان هو يبقى قديس ده بيبقى خمسين سنة، ده كلام صح. طبعا ما بين مؤيد ومعارض بقى للكلام اللي هو أبونا منزله، واحد بكاتب وفي دير الأنبا موسى الأسود بطريق العلبين وكنيسة العذراء مريم بالمطرية بالقاهرة، ولما سألت أبونا بولس الأنبا بشوي سكرتيره قال لي تخريف، ده إحنا في مأساة حقيقية. مش عارفة يعني بينفي الكلام ده ولا ايه، مش عارفة انا فهمتها صح ولا لا. اكتبوا لي في التعليقات يا جماعة، حد شاف الكلام ده قبل كده شعر البابا شنودة الثالث؟ وقولوا لي مكانه فين، ولو حد شافه يصور فيديو دقيقة ياريت ويبعته لي، لان انا ده فوتوشوب، انا بقول الصورة دي فوتوشوب ما حصلش. طيب مش عايزة اكتر عليكم في الحلقة، لكن يعني أبونا أسلوبه يعني بصراحة بيتهم الناس بالجنون اللي بتعمل كده وخزعبلات وزيوت وحنوط، يعني شايف كل حاجة في كنيستنا مش حلوة. يعني أنا مستغربة أن أب كاهن أرثوذكسي يتكلم بالطريقة دي على كنيستنا يا جماعة، يعني أنا لحد الآن مستغربة هو بيتكلم كده ليه على كنيستنا. مش عارف يعني هو كاهن أرثوذكسي وبيتكلم كده، أمال هو يعني ما طول الوقت بيبخر قدام الصور والأيقونات في الكنيسة تكريما له، مش بنبخر للصور زي ما هو كان بيقول، لا ده امال هو بيمشي القداس ازاي؟ انا نفسي اعرف ابونا بولس القمص ميخائيل بيعمل قداس ازاي، بيبخر في الكنيسه ولا لا؟ انا مش عارف بيعمل دوره البخور في الكنيسه يا جماعه، اصل هو برده مش مقتنع بالبخور، مقتنع يعني بيعمل دوره البخور في الكنيسه في القداس، بيقرا المجمع بتاع القديسين في القداس، يعني مش متخيلة هو بيعمل قداس ازاي، لان في حاجات كتيرة هو مش مؤمن بيها مش معترف بيها. تخيلوا لما كاهن أرثوذكسي مش معترف بالحاجات دي مش هيقولها في القداس.
ربنا يسامحك يا بونا على كمية الإدانة اللي انت اكتسبتها دي ودخلت الناس كلها الدين. وقدسك شايف ان الفيس والتواصل مكان لمناقشة الأمور دي؟ اعتقد ما يصحش. قدس بونا لا يصح هذا المناقشات. طيب على فكرة بقى الناس كانت بتستغل كلام ابونا اللي هو ضد كنيستنا. الناس المتطرفين بقوا بيقولوا طب ما يخلوا ابونا بقى مسلم بقى، يعني انتوا عايزينه ايه تاني؟ وهحط لكم الحاجات دي العناوين دي من قنوات بيستغلوا كلام ابونا ان هو ضد كنيستنا، كاهن ارثوذكسي ويتكلم كلام ضد الكنيسه، فهم بيستغلوا الكلام ده. فيا جماعه ايه اللي بيحصل ده؟ كده انا خلصت حلقه النهارده. تحياتي، اشوفكم في حاجه جديده. كان معكم نيفين جيربس. يعني شفت مثلا زمان لما البابا كرولس وعبد الناصر راح يحط الحجر الاساسي بتاع الكاتدرائيه الكبرى اللي في العباسيه تقريبا 1968، وضع حجر الاساس. المسيح لما جاء اسس للكنيسه، اسس للايمان، اسس للمسيحيه. وانا من وجهه نظري بعتبر ان هو اللي مهد الطريق باتضاعه العجيب لماري مرقس عندما اتى فيما بعد. وبعدين الرحله دي كان فيها معجزات، يبقى في ناس امنوا. يبقى لما جاء ماري مرقس على الاقل لقوا الطريق ممهد الى حد ما. يبقى المسيح اسس الكنيسه بشكل عام لما قال ابني كنيستي وبوابات الجحيم لن تقوى عليها، واسس كنيسه مصر بشكل خاص. ولهذا تلاحظوا انها الكنيسه الوحيده الثابته دون اي تغيير. الصلوات والليتورجيات والاعياد والاحتفالات والتذكارات والمناسبات كما كان منذ الاف السنين هكذا يكون هو هو. ودي سنه تتصف بها كنيسه القبطيه الارثوذكسيه في مصر دون غيرها من كل كنائس العالم. في كنائس بتتطور، بتتحدث، بتتجدد، بتغير، بتبدل. ودي حركه جميله، لان لو ما فيش حراك يبقى هناك موت. لكن احنا الاقباط محافظين، تمسكوا بما عندكم الى ان اجيب. يعني ما هياش عيب ان الكنيسه تتحرك مع حركه الحياه، مش فيما يخص الايمان، لكن فيما يخص الممارسات. يعني الطقوس وليست العقيده، لان العقيده ثابته بثبات الله، انما الطقوس ممكن تبقى متغيره او متطوره. ايه المشكله؟ يبقى عيد سيدي، عيد كنسي، عيد وطني، عيد شرفي، عيد تاسيسي، اضيف عيد تعليمي. أصل الرب يسوع لا يمكن يقول كلمة إلا إذا كان وراها عمق ومعنى، ولا يمكن يعمل تصرف إلا إذا كان وراه عمق ومعنى. في ناس تقدر تكتشف ما وراء التصرف وتطلع بقيمة، وفي ناس ما بتعرفش تكتشف وكأن شيئا لم يحدث. الدرس التعليمي اللي ادهولنا المسيح لما جاء أرض مصر، جملة بسيطة لكن المعنى عميق. علمنا عمليا من خلال شخصه هو ضرورة أن نهرب بقدر الإمكان من وجه الشر لئلا يصالنا. هروب من الشر ده مش جبن، الهروب من الشر ده حكمة منتهى الحكمة، وقوة منتهى القوة، وحماية منتهى الحماية، وحفظ منتهى الحفظ. وانت لما تدرس حياة الاباء في الكتاب ببساطة تلاقي ربنا احيانا يدعو شخص ان ينفصل عن المجتمع والبيئة اللي فيه اللي هو فيه عشان ما يتأثرش سلبيا، زي ما عمل مع ابراهيم. قال له اترك اهلك وعشيرتك وبيت ابيك اذهب الى المكان الذي اريك. طب يا رب بعمل له عملية فطام، ببعده عن البيئة الشريرة. هي مالها البيئة؟ المعاشرات الرديئة تفسد الاخلاق الجيدة، مش الاخلاق العادية، الجيدة. وفي العهد القديم كان ربنا حريص على ان شعب الله اسرائيل يعتزل الامم الوثنية ولا يندمج معها لئلا يتأثروا بها.
المحروم من الشر تبان جنته ساطعة قدامنا لما نفتكر أعظم من هرب من الشر من وجهة نظر الضعيف، يوسف الصديق. يوسف لو ما هربش وفضل واقف مكانه قدام امرأة فوتيفار كان مع الوقت ضعف شيئا فشيئا فشيئا إلى أن انهار انهيار كامل. كتاب يعلمنا هاربين من الفساد الذي في العالم بالتقوى. فلسفة الرهبنة كنظام مبنية على الجزئية دي، أنهم ينسحبوا من المجتمع العام اللي فيه الحنطة والزوان.